بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. دايما قبل الارتباط كل طرف من الطرفين بيحلم أحلام وردية، ومع الخطوبة تبدأ مراحل التخطيط وإزاي هتكون حياتهم في عش الزوجية. لكن مع الاختلافات يتحول الحلم لصدمة وسجن بأساور حديدية، وهنا الحياة والجواز بقى عكس كل التوقعات والقيود من غير حرية، وفجأة يقرر الزوج الهروب. يا ترى ايه اللي يخلي الزوج يهرب من حياته الزوجيه؟ تفاصيل مهمه جدا هنتكلم عنها النهارده مع حضراتكم، مع الدكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وان شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. دكتور اهلا بحضرتك ومنورني. اهلا بيكي، الدنيا منوره بيكي. ربنا يخليك. الحياه الزوجيه بتبقى في البدايه قائمه على معايير مهمه جدا. اولا طبعا اهمها المعايير اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا، السكن والموده والرحمه، وان الجواز ما هيش صفقه ولكن هو ميثاق غليظ، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. دايما اقول انه الفشل بيبقى اننا ما بنمشيش على المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا، على الكتالوج الرباني. ربنا سبحانه وتعالى حط لنا شويه قواعد كده عشان الحياة الزوجية تنجح وتمشي وما يبقاش فيها أي مشاكل ولا يحصل لا قدر الله انفصال. احنا بقى بنحود ونمشي على مزاج، احنا بنطلع بره المنهج بالظبط. وطالما طلعنا بره المنهج وما بنطبقش حاجات ربنا يعني قال عليها، اكيد الدنيا هتبوظ مننا. انا دايما بشوف ان من يعني الحاجات مثلا اللي بتخلي ان الراجل يهرب من الحياة الزوجية، اول حاجه ان الست تبقى كثيره الكذب، ان هي بتكذب. يعني ممكن تبقى هي حكي على حوار وهو يتفاجئ ان الكلام بطريقه تانية او اللي حصل حاجه تانية. فانا دايما بقول ان اي ست موجوده في اي بيت بلاش تكذبي، اي حاجه بتحصل اتكلمي فيها بكل وضوح، حتى ولو مش هيتقبلها، حتى لو مش هيتقبلها، بس احسن بكتير من ان انت تطلعي قدامه كدابه ويفقد الثقه والمصداقيه فيكي. صحيح، خلي بالكم من النقطه دي. الحاجه التانيه كمان والعكس، والعكس طبعا، اكيد طبعا. الراجل لو بيكذب على مراته، مراته هتفقد الثقه فيه وهتشوفه انسان وحش جدا، وهندخل في دور الشك وكل الحاجات اللي بنشوفها، لان الكذب ده بيوديني لحته تانيه، فقدان الثقه وعدم وجود الامان طبعا. والاتنين دول لما بيكونوش موجودين جوه حياه زوجيه، انا بشوفهم ان دول احد الاعمده الرئيسيه لنجاح الحياه الزوجيه. صحيح. ان انا ابقى حاطط راسي كده على المخده مطمن قوي وانا جنب شريك حياتي، صح، مطمن كده ونايم براحتي خالص، وعارف ان الشخص ده مش بيكذب عليا وانا واثق فيه وانا مأمن له. صحيح. فنخلي بالنا من النقطه دي يا جماعه. حتى وفي ناس مثلا يقول لك ايه، اصل ده موقف بسيط يعني انا كذبت فيه عشان اعدي الدنيا. بعد فتره الشخص اللي بيبقى موجود معاك بيكتشف ان انت بتكذب، فبعد كده ثقته ومصداقيته معاك هتبقى زيرو. يبقى نخلي بالنا من حته الكذب. الحاجه الثانيه اللي بتخلي الراجل يهرب من الحياه الزوجيه ان الست تخونه. انت بتتكلم في حاجات كبيره قوي. لا هي مش كبيره، هي حاجه حاجات بتبقى موجوده. انا بتكلم بحاجه عشان يعني مثلا ساعات ايه، مثلا ممكن يبقى الست ليها صديق في العمل فبتتكلم معاه بارتياحيه، دي عند الراجل بتبقى صعبة. أو ابن عم أو ابن خال أو قريب أو بتفضفض معاه، الحاجات دي يا جماعة بتفتح باب فتن نقفلها. حتى ولو ما أقولش أصل إحنا أصدقاء وهنفضفض مع بعض، أنا بنقل الأسرار اللي موجودة جوه بيتي بنقلها فين؟ بره. خصوصا لما بتكلم زي ما حضرتك بتقول، انت بتتكلمي في حياتك الشخصيه وحياتك الزوجيه وبتتكلمي عن جوزك او انت بتتكلم عن مراتك، فانا بنقل الصوره بره،
فممكن الشخص اللي انا بحكي له يوجهني يا لمياء بطريقه خبيثه مكاره، طبعا بيتي يتهد من غير ما احس، او بمعنى تاني ممكن يحط لي سبوت على العيوب اللي موجوده مع شريك حياتي، عمال يحط لي ايه ده ما بيعملش، ايه ده مش مهتم بيك، ايه ده مش بيسال عليك، ايه ازاي تسمحي تسمحي له، ازاي تسمح لها. شفت الكلام؟ طبعا شفت الكلام بيجي ازاي؟ فالكلام ده بيخلي عينك كده تقعد تبص على العيوب اللي تبقى موجوده مع شريك حياتك سواء راجل او سواء ست. لا، واحيانا في بعض الشخصيات بتبقى ما بتلجأش غير للجهه اللي هي عارفه انها هتقول لها كلام على مزاجها زي ما بيقولوا كده. انا عايز اسمع كلام على مزاجي، انا عايز اسمع الكلام ده، بس مش الكلام عايز ده اسمع الحقيقه. بالكلام ده هيخرب ايه؟ طبعا هيخرب بيتي. حتى طبعا كمان لو الزوجه بتفضفض مع واحده قريبتها او صاحبتها او صديقتها، هي ممكن تديكي وجهات نظر تمشي عليها هي، بس ما تمشيش على حياتك. طبعا يعني مثلا ايه، حصلت مشكله صاحبتك دي، مشكله مع هي حلتها بطريقه معينه، ممكن تقول لك الحل ده هو ما يمشيش مع طبيعه هو جوزك، مناسب ليها هي. بس عشان الناس بتقعد تسمع كلام والكلام ده بيشحنهم، وتلاقي ان اصلا المشاكل اللي ما بين الزوج والزوجه صغيره جدا يا لمياء، بس كبرت بسبب تدخل اطراف خارجيه ولعت الدنيا. طبعا. طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام ملك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا ام لمياء؟ الحمد لله بخير. نعم انتم بخير وانتي وانا بألف خير طيبة. يا رب. ازي حضرتك يا دكتور محمد؟ ازيك؟ الله يبارك فيك. ممكن بس اسألك سؤال؟ تحت امرك، اتفضلي. انا متجوزة بقالي 11 سنة، تمام؟ تمام. بعد ما اتجوزت انا واخدة جوزي ده حب 4 سنين قبل الجواز، تمام. تمام؟ بعد ما جيت ولدت ابني، يعني بعد الجواز تقريبا ب6 شهور، انا جيت حملت وخلفت، كان ابني لسه عنده 6 شهور. فجوزي عمل علاقه بره، تمام؟ انا ما اعرفش ايه سببها او يعني حصلت ازاي، انا ما اعرفش يعني، بس بعد كده اكتشفت الموضوع. ده بعد قد ايه من الجواز؟ ده بعد 6 شهور. بعد 6 شهور عارف واحده تانية؟ عارف واحده تانية. هو جه قعد يكلمها فترة وكان يعني عامل علاقة معاها، وجيت أنا اكتشفت الموضوع وخدت بعض ورحت عند أهلي، وبعد كده رجعت تاني وعشت حياة عادي، بس أنا مش قادرة لحد دلوقتي يعني أنسر الموقف اللي هو عمله معايا. ده الكلام ده من يعني من 10 سنين مثلا. ابني عنده دلوقتي 9 سنين. عنده كام؟ تسع سنين. تسع سنين. طب يعني هو الموقف ده يعني هو وقتها سابها خلاص؟ هو وقتها سابها. اتكرر تاني؟ لا، ما فيش اي حاجه تاني، بس دايما برضو يعني ايه، عندي سلايفي واخواته، يعني عنده اخواته ومحدش بيسال فيه، تمام؟ هما لو حد عايز منه حاجه بيديله. ده موضوع تاني. بدأ لا، انا بسالك على الاولاني، هل هو خلال الفتره دي بقى كلها 9 سنين او 10 سنين دول عارف حاجه حد تاني او كان فيه اي علاقات تانيه؟ انا ما اعرفش حاجه عنه حاليا، بس هو برضه بيتكلم في التليفون، بس بيتكلم مين الله اعلم، بس اوقات بياخد التليفون وبيطلع بره، تمام؟ بس هو في الفتره الاولانيه اللي عرف وعمل علاقه بره كان متغير معايا تماما، كلام ما كانش فيه كلام، اكل في خلاص. البيت ده موضوع بقاله 10 سنين، انت عايشه معاه بقالك 10 سنين. ما انا دلوقتي انا عايزه دلوقتي اسال برضو عن مثلا ان هو اي حاجه بيجي عليا عشان خاطر مثلا اخواته او عشان خاطر سلايفي، ممكن سلفتي تبقى غلطانه فيا وسلفتي بالفعل غلطت فيا في الشارع وشتمتني عشان خاطر الاولاد، يعني ابن هما بيلعبوا مع بعض ومفيش اي حاجه، وفجاه لقيتها بتقول لي ابني انت قليل ادب مش متربي، وسلفتي جت قالت لي انت ما تقوليش قالت لك ايه؟ قولي لي يا ملك، انت ايه الحاجات المميزات اللي موجوده في جوزك؟ هو بصي، هو يعني هو غلبان قوي. غلبان بمعنى ايه؟ طيب يعني طيب. هو طيب. طيب حنين عليكي. زيادة عن اللازم، لدرجة إن أنا ممكن حد يغلط فيا وما يجيبليش حقي، تلفتي تشتمني قدامه وما يجيبليش حقي. أنا بقول بسألك على الحاجات الحلوة فيه. قولي لي كده 3 حاجات. سبته مخليه إن هو مش يعني مش بيجيب. ما بقولكيش قولي لي عيوبه، بقولك قولي لي 3 مميزات فيه. مش شايفه في حاجه، بس ان هو ان غير ان هو طيب بس. طب بس انا عايز اقول لك حاجه، انت بتقولي ان هو طيب لدرجه ان الطيبه بتاعته زياده، فممكن يا ايه سلفتك مثلا تشتم ولادك فهو ما يعرفش يجيب حقه. خلينا نقول ان طيبه جوزك دي هي طبع من طباعه، جوزك مش هيعرف يبقى شرير،
وجوزك مش هيعرف يسترد حقه، هو دي طباعه. كونك ان انت تدخلي في قصه ان انت عايزه تغيري جوزك في هذا الطبع، مش هتعرفي تغيري جوزك. ولو دايما مشغله دماغك في حياتك الزوجيه ان انا لازم اغير هذه الصفه، مش هتعرفي تغيري. طبعا هتعيشي طول عمرك في قلق وتوتر، طباع ما بتتغيرش. طباع ما بتتغير. اشتغلي على حته ايه؟ اشتغلي على حته ان انت تربي ولادك، اشتغلي على حته ان انت تحافظي على حياتك الزوجيه، اشتغلي على حته ان انت تتجنبي الناس المؤذيه، اشتغلي على حته ان انت تديلي حقوقه واحترامه كزوج، وان انت تتعاملي معاه تركز كويس. بمعنى اصح يعني ركزي في حياتك، ما تطلعيش بره التراك. ولو جوزك كان في يوم من الايام غلط، خلاص هو غلط، واي انسان في الدنيا ممكن يغلط، احنا مش ملائكه. غلط وطالما ما كررش الغلط يبقى ممكن يكون بسبب طيبته وقع في هذا الشيء. بس جوزك هو راجل طيب، ما تشتغليش على حته ان انا لازم اغيره لان جوزك مش هيتغير. اشتغلي على ازاي انجح الحياه الزوجيه. طب انا عايز اسالك سؤال بقى يا دكتور، يعني احنا كل حد فينا بيتجوز اكيد برغبته، مش حد بيجبر على حد. اللي بيحصل بعد كده زي حاله ملك مثلا، يعني انا بحاول اخد منها كلمه واحده تقول انه والله في واحد اتنين تلاته مميزات، هي طول الوقت شايفه العيوب لدرجه انها مش قادره تشوف مميزاته. كان فين ده؟ ده كان فين فترة ال قبل ما نختار؟ ده في فترة الخطوبة. بص أقول لك حاجة، خلينا برضو متفقين إن فترة الخطوبة ما فيهاش احتكاك. بنسبة. يعني بنسبة، إحنا في النهاية مش مسؤولين عن بعض وكل واحد في بيته. الاحتكاك الحقيقي بيبان والتجربة الحقيقية بيبان لما بنكون موجودين جوه بيت واحد. صح ولا مش صح؟ تمام. وبيبقى في ناس داخلة في بداية الارتباط يقول لك إيه؟ الشخص ده فيه صفات وحشة كذا كذا، أنا هغيره. فبيبقى حاطط كل هدفه ان انا اغير هذا الانسان. انت هتفشل في التغيير، محدش بيتغير. انت اشتغل على انجح ازاي العلاقه بالمنتج اللي معايا. صح ولا مش صح؟ يعني مثلا جوزي عصبي وبيكسر وبيخرب، طب انا اشتغل على حته ايه؟ ما وصلوش ان هو يتعصب، ما استفزش هذا الانسان، اتعصب قدامي زي البركان، اعمل انسحاب تكتيكي لغايه لما يهدى مش هيكسر. صح ولا مش صح؟ لكن لو انا قعدت وغير كده كمان، يعني في مشكله خطيره الناس وهي بتختلف مع بعض كمشكله زوجيه. يا ريت كل اسره بتسمعني في الكلام ده. لما بنيجي نعرض مشاكلنا مع بعض يا لمياء، احنا بنهاجم بعض. انت عصبي، انت بخيل، انت ما بتقوليش كلام حلو، اصل انت بره مع الناس. دي اتهامات يا جماعه، دي اتهامات. انا يعني بتهم الشخص اللي قدامي، فبالتالي الشخص اللي قدامي هيجي يهاجمني برضه وهيرد على هذه الاتهامات. دي مش عمرها كانت خلافات زوجيه. احنا فاهمين الخلافات الزوجيه والنقاش في الخلافات الزوجيه غلط يا لمياء. انا لما اقول لشخص لجوزي مثلا انت بخيل، انت مش عارف ايه، اصل انت، او مثلا بمعنى تاني ممكن تكون ملك من غير ما تحس مثلا جوزها طيب، فممكن مثلا تقعد تقول له ايه، اصل انت غلبان، انت بتعرفش تجيب حق، ما بتعرفش تجيب حقك، اصل هما بيضحكوا عليك. ما هي اول حاجه قالتها ايه؟ بقول لها ايه ثلاث مميزات فيه؟ قالت لي غلبان. فاهمه؟ فهي شايفه غلبان. يعني حتى التشبيه، انت ما قلتيش التشبيه الصح، هي من كتر ما هي مركزه في الحته دي. فلما مركزه في العيوب تقعد تتكلم معاه في العيوب دي يا لمياء وتقول له اصل انت بيضحكوا عليك، ما بتجيبش حق، هو الطبيعي هيعمل ايه؟ هيتعصب عليها وهيتنرفز عليها وممكن يهرب من الحياه الزوجيه. لكن لما تقعد معاه كده باسلوب تقول له ايه؟ والله يا حبيبي حصل كذا 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 كذا، وانت عارف ان مثلا ابنك ملوش غيرك، فبرضه نفسيه الولد مثلا مكسوره، باسلوب راقي وباسلوب جميل بدون اتهام. هو هيجي من نفسه كده، يجي مرات اخوه، بعد اذنك انت كلمتي اخويا بطريقه مش كويسه، ابني بطريقه مش كويسه، خلي بالك المره الجايه وانت بتكلميه. او يجي يتحرض دقه، انت شتمتيه ليه؟ لكن في مشكله بيقع فيها اي زوجين بيسمعوني دلوقتي، لما بيجي يختلفوا في المشاكل الزوجيه بيوجهوا اتهامات الى بعض. والله انا برضو بشوف حاجه، وبرضو يعني قولي حضرتك رايك ايه. المشاكل اللي تخص الزوجه ومرات الاخ، الزوجه واخت الزوج، انا شايفه انه المفروض ان الزوج ما يتدخلش ولا يبقى طرف فيها. يعني هما ستات مع بعض زي ما بيقولوا كده، المفروض ان الرجاله ما تبقاش طرف في حاجه زي كده، لانه دي بتعمل اهي مشكله زي ما هي مشكله بينهم وبينها وبينه. وفي نفس الوقت المفروض كمان ان الست اللي متجوزه برضه يا لمياء تتجاهل برضه. ما هو مش ده اللي انا بقوله. ما مش كل موقف حصل هروح اقعد مع راجل واقول له ايه، عملوا كذا كذا، عملوا كذا كذا. اتحولت هذه الحياه الى حرب، هتلاقينا
طلعنا بره الاطار الحقيقي بتاع علاقتنا، هتلاقيه مش عايز يرجع البيت من خلاص كتر ما هو بيتقابل بالمشاكل. بس انا برضو مع ان 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 اي اب يبقى موجود من حقه يوفر الاحترام لاولاده ولزوجته طبعا بالادب. مش عايز، انا مش عايز صراعات، مش عايز مشاكل، مش عايز مثلا لما مراتك تيجي تقول لك ده مرات اخوك ضربت ابني انت تروح تجري تمسك سكينه وتروح تتخانق. لا لا، ما هو ممكن تيجي تقول له ايه، انا نازله من على السلم راحت قافله الباب في وشي، طب هو ساعتها هيروح يخبط عليا يقول لها انت قفلتي الباب في وشها ليه؟ وممكن تكون يعني، يعني لو لاحظت كده هتلاقي في اغلب مشاكل هي عوامل خارجيه احنا بنركز فيها وبنسيب المحتوى الاصلي للحياه الزوجيه. صحيح. طيب ناخد ام هاجر. ام هاجر اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه رانيا؟ اهلا وسهلا بيكي. انا ممكن اسال الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. انا متجوزه بقالي 7 سنين، يعني انا كنت متجوزه راجل تاني واتجوزت واتطلقت منه واتجوزت واحد بقالي 7 سنين دلوقتي. فاكتشفت من سنتين ان هو متجوز عليا عرف. احنا حياتنا حلوه وكويسه جدا وما عندناش اي مشاكل والحمد لله مستقرين جدا. فلقيته اكتشفت ان هو فجأة اتجوز واحدة زميلته في الشغل عرفي بحجة ان هي جوزها متوفي ومعاها اولاد، هو ما بيخلفش، جوزي انا اللي معاه حاليا مش بيخلف. فبحجة ان هي معاها اولاد وبيساعدها وكده في عيشة عيالها وجواز عيالها وكده. دي حاجة مزعلاني منه جدا ومش عارفة أسامحه فيها. ولسه متجوزها؟ هو مش مقصر معايا في حاجة. أيوه هو لسه متجوزها. يعني خلاص بقى لسه متجوزها، ممكن يكون الجواز بقى مش عرفي بقى رسمي. هو لسه متجوزها. لا هو الجواز ماشي عرفي، هو مش عندي مأذون كمان، ده عند محامي، ورق سوري كده عند محامي. بس لما بيروح لها، بيروح اليوم اللي بيروح لها فيه يعني، بلاقيها مثلا عاملة حاجات كده بتضايقني وبتزعلني، بس أنا ما بقدرش أبين له حاجة زي دي. هو معايا كويس جدا. هو أنت أنت إيه علاقتك بيها أساسا؟ هو عرفني عليها إن هي زميلته في الشغل. تمام. لا أقصد بعد عليها. بعد ما عرفتي إن هو دلوقتي اتجوزها. خلاص مفيش علاقة بيني وبينها نهائي وقطعت العلاقة معاها. طب أمال إيه الحاجات اللي هي بتعملها بتضايقك؟ يعني مثلا حاجات داخلية بقى بين الراجل ومراته، روج على جسمه، برفان على جسمه. خلاص 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 خلاص. تمام. فأنا مش عارفة أسكت عن يعني أتغاضى الحتة دي. أنتِ بقالك قد إيه عارفة إنه متجوز؟ بقالي سنة ونص. يعني أمر واقع. أمر واقع وأنا قبلت بيه خلاص، لأن مش عايزة آخد لقب تاني مطلقة تاني مرة. وهو مش مقصر معايا حاجة، هي دي تعتبر أول غلطة هو عملها معايا من ساعة ما عرفته واتجوزته. وبس إنه المشكلة إن هو كان بيجيبها بيتي وأنا مش موجودة، يعني مفيش مكان هما بيتجمعوا فيه غير. طيب طيب تابعينا يا أم هاجر. اتفضل يا دكتور. هو بص هقول لك، هي خلاص هي ارتضت إن هو اتجوز، وهي اختارت بايديها ان هي ما تتطلقش. يبقى خلاص. يبقى خلاص هي تمشي نفسها في طريق التقبل والتوافق مع هذه الحياه، ولا تلتفتي لبعض الاشياء اللي بتحصل من الطرف من الانسانه الثانيه. ممكن تكون عامله هذه الاشياء بدون قصد، يعني ممكن انا فاهم انت اتكلمتي في ايه ومش هينفع ان انا اتكلم، ممكن تكون عملت هذه الاشياء عاملاها بدون قصد، انت ما تلتفتيش، عيشي مع جوزك استمتعي. خلي الوقت. بتقول انه مش مقصر، مش يعني مقصر. دي حاجه كويسه طالما هو الراجل شايف طلبات، طالما يعني كلمه مش مقصر دي يبقى الراجل بيعدل بيعدل، ولما نيجي نتكلم هيقول لك انا اتجوزت وانا متجوز. فانت خلاص انت تقبلي، عيشي حياتك استمتعي، حاولي بقدر الامكان الوقت اللي يبقى موجود معاكي فيه اسعدي، اشتغلي على الحته دي، ما تشوفيش بقى ان في حد تاني، ان في طرف تاني، او بيعملوا ايه او ما بيعملوش ايه. خلي الجزء بتاعك اللي موجود في قلبه زي ما هو، ما تخسريش هذا الجزء، اسعديه، اعملي له اكله حلوه، هزروا مع بعض، اخرجوا، اضحكوا. لكن لو انت طول الوقت حطيتي سبوت على انت عملت او ما عملتش او حياتك اللي انت موجوده فيها دي هتبقى صعبه، وهتلاقيه بقى ملجأه هناك. صح. وهيبدا ينفر، ودي من احد الحاجات اللي ممكن تخلي الراجل يروح هناك. تمام. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، اتكلت عليك في كل أحوالي.
برحب بحضراتكم مشاهدينا. معنا مرة تانية، معنا النهاردة الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. كمل أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. تحياتي للدكتور. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخليك يا دكتور. أنا حضرتك كنت متجوز بقالي 9 سنين وما حصلش خلفة قبل كده أهو، تمام. المشكلة في إيه؟ أنا ما بخلفش. تمام؟ وكنت مخليها اسعد انسانه في الدنيا، بحاول ان انا اعوضها عن الشيء اللي هو مفقود دوت، تمام. وكنت كويس جدا معاه، وكنت يعني عامل حساب يعني ايه ميثاق غليظ اللي هو الجواز دوت، تمام. وكان عندي افراط جامد جدا في العطاء ناحيتها، ما كنتش باثر معاه في اي حاجه، تمام. جت حصلت مشكله ان انا كنت قاعد في بيت عيله، والاخوات وكده طلبوا ان هم يقسموا يبيعوا المنزل اللي انا قاعد فيه دوت، تمام. فجت هي راحت داخله في الموضوع وحكمت ان هي مش عايزه البيت ده يتباع، تمام كده. بيت اهلك؟ هو هم بيتكلم هم هو انت حضرتك قاعد في شقه في بيت عيله ولا شقه في بيت عيله؟ بيت اهلك انت؟ في بيت اهلنا. ومراتك دخلت قالت انا مش عايزه البيت ده يتباع، مش عايزه البيت دوت يتباع، تمام. فمن هنا هو حصلت بيني وبينها مشكله، وتمام. وصلت المشكله ان هي عايزاني ان انا اتحدى اخواتي واقف قصاد منهم ونرفع قضيه ميراث وتقسيم ورث والكلام ده كله. فانا طبعا ايه ما حبيتش ان انا اوصل لمرحله زي كده. هو طبعا يعني دول اول حاجه اخواتي وصله الرحم، هي مش من حقها انها تتدخل بينك وبين اخواتك، تمام. فالمهم اللي حصل بقى ان هي راحت جايه مصممه على الطلاق، وانفصلنا انا وهي يعني. اتفاجئت ان هي بعد 3 شهور العده على طول راحت اديتها ان سمعت ان هي اتجوزت. لا حول الله. تمام. انا دلوقتي سؤالي ان انا دلوقتي انا حاسس ان انا حياتي النفسيه تعبانه جدا ومتدمره جدا. ليه؟ ان انا كنت بعلي منها جدا، وهي كانت طموحه وانا ما كنتش يعني ايه مأيد الطموح بتاعها ده خالص. كنت بساعدها بطريقه غير عاديه، تمام. عربيه، ذهب، كل ما تتخيل من وسائل الراحه، من خروجات لفسح لكل حاجه. انا دلوقتي ما بقدرش ان انا انام، او ان انا مش قادر اتعايش مع حياتي الطبيعيه دلوقتي. حضرتك منفصل عنها بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي من شهر 3 يعني حوالي 7 شهور أو 8 شهور. انت بعت البيت ولا ما بعتوش؟ البيت اتباع وكل حاجه، وزي ما انا واخواتي متراضين مع بعضينا، واخدت حقي ونصيبي وكله تمام يعني، الحمد لله. الحمد لله. تمام. بس بص انا عايز اقول لك حاجه، طبعا انت عملت كل اللي عليك في التجربه دي، ومش هو بايدك، عشان كده مصدوم. وما كانش بايدك تعمل حاجه تاني. انا عارف ان انت مصدوم، في خذلان، في صدمه، في ازمه ثقه ما بين الانسان اللي انت حاولت تعمل لها كل حاجه، وهي ما شافتش، هي ما شافتش اي حاجه، صح ولا مش صح؟ انا طالب منك طلب. احمد بس مش معانا، مش كده؟ انا طالب منه طلب. اتفضل. شوف هي عملت ايه واعمل انت زيها. يعني بعد ما اتصدمت يعني ايه؟ هي دلوقتي اتجوزت، انت كمان من حقك تتجوز، من حقك تشوف حياتك. انت تقصد انه ما يلتفتش للي حصل خلاص، ما يلتفتش يعني، وشوف حياتك اللي جايه. شوف حياتك، حياتك مش هتقف على انسان خذلك او باعك او تخلى عنك. ماشي. الخطوه دي بقى في ظل الانهدام اللي حاصل، هو طبعا محتاج فتره ان هو يقف على رجله، بس محتاج بقى يشتغل بطريقه الالهاء، يبدا يلهي نفسه، يبدا يشوف بقى الضغوط النفسيه اللي كانت بتتمارس عليه، لانها واضح ان هي كانت شغاله عليه بالاوامر، انا عايزه ده، اعمل ده، ده كله كان ضغط عليه. ربنا خرجك من هذه التجربه لانك كنت هتفضل تستغل، لان في ناس مهما عملت لها عمرها ما بترضى. صحيح. واضح ان انت عملت لها حاجات كتير بس هي ما رضيتش، هي اللي خسرانه مش هو اللي خسران. والله لما يجي يحسبها كده يعني، ساعات الانسان لما يخرج من تجربه يتخيل ان انا خسرت. لا، انت مش خسران. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا شايف ان انت ما بقاش عندك قوه تدي، او ان انت كنت ماشي في طريق هتستغل فيه وهتفضل تستغل. وفي الاخر وانا مبسوط ان هي ظهرت على حقيقتها، مبسوط ان هي ظهرت على حياتك، لانك انت كنت بتعمل تعويض للمشكله اللي عندك في الخلفه، فكنت عمال تصرف وتجيب وتعمل. الموضوع ما بتحسبش كده طبعا. اللي عايز يكمل معاك هيكمل معاك ايا كانت ظروفك، كانت ظروفك قاعد على حصيره على الارض. اللي عايز يمشي يا لمياء هيمشي، حتى لو عملنا له 1,000,000 حاجه. دي حقيقة. يعني اوعى تفتكر اللي انت كنت بتعمله ده كان سبب ان هي تخليها ان هي تقعد. صحيح. مع الوقت هتتداوى وهتقف على رجلك، وهتلتفت وهتقول ازاي انا كنت بعمل كده، وهتقول ازاي انا كنت في تجربه زي دي اما كنتش لاقي نفسي، وهتلاقي واحده
تعمل لك وتقف معاك وتدعمك. ان شاء الله. ربنا يا ابني بيسخر الطيبين، وهتلاقي حد يقف معاك ويسندك ويدعمك. ان شاء الله. نورتني يا دكتور. انا اللي سعيد بوجودي معاك. نورتنا. ربنا يخليك. نشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا في كل احوالي. احنا دايما بنسأل نفسنا سؤال، يا ترى ربنا راضي عننا وبيحبنا؟ اوعى تفتكر ان الرزق الكتير دليل على حب ربنا سبحانه وتعالى ليك، او ان اللي رزقه قليل ودايما بيقابل صعوبات وابتلاءات في حياته ده لان ربنا زعلان منه. الحقيقة ان الغنى والفقر مش دليل على حب ربنا او زعله مننا، بس الاكيد ان ربنا لو حبنا هيستخدمنا في الخير. ازاي ربنا يستخدمنا في الخير، وايه هي ابواب الخير اللي ممكن ربنا يستخدمنا من خلالها؟ تفاصيل كتير عن اعمال الخير هنقولها مع الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس ادارة جمعية البر والتقوى المصرية. دكتور عماد اهلا بيك ومنورني. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. نعمه كبيره جدا من نعم ربنا سبحانه وتعالى على البني ادم انه يستخدمك في عمل الخير. ساعتها اطمن قوي قوي قوي، واعرف ان ربنا عالم بيك وعالم باحتياجك انك تكون سبب في انك تكبر بخاطر حد ممكن يكون محتاج. اجرها وثوابها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن النهارده تعمل حاجه بسيطه قوي 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 بالنسبه لك لدرجه انك تنساها، ما تفتكرهاش. عمل خير، مساعدة بسيطة جدا، مساعدة عينية شيء لا يذكر، لكن ربنا اللي عنده ما بيضعش أبدا. تلف الأيام والسنين والدور، بني آدم لا قدر الله يتحط في ضائقة، يتحط في ابتلاء، فتلاقي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانت ما تعلمش ان الحاجة البسيطة دي هي كانت سبب في ان ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة. انا بقول كلام صح؟ ده حقيقي طبعا. ويكفي ان دايما يقول لك اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. فيما اقامك. فكونك ربنا استخدمك باقامك انك تساعد الناس، لا انت حبيب ربنا قوي. عشان كده في الحديث يقول لك ان لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، هم الامنون يوم القيامه من عذاب الله. منحة كبيرة قوي من ربنا ان يستخدمك. طبعا. ويستخدمك في ايه بقى؟ في اعظم حاجة هو بيحبها، اللي هو عبادة جبر الخاطر. بص يا جماعة، يعني انت هتطعم هيطعمك، هتسقي هيسقيك، هتكشف كرب هيكشف عنك كرب، هيكبر هيكبرك، هتكبر هيكبر. وبعدين فوق كل ده هيحرم عليك النار. اصعب مشهد واصعب قرب على الإطلاق هو قرب يوم القيامة، لما نقف بين إيدين ربنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق رؤوسنا وجهنم بترمي على المن في أرض المحشر بشرر كأنه القصر، والملائكة والأنبياء كل ملك ونبي يقول نفسي لا أسألك غيرها إلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في قرب شديد، مش عارف طرح فين، لدرجة ان الناس بتتمنى حتى لو تروح النار بس المشهد ده يخلص، ان ملك الملوك غضبان غضب شديد جدا معايا. في التوقيت ده يجي عبارة جبر الخاطر تظلك، جبر الخاطر اللي انت كنت بتساعد بها اليتامى والمساكين والكلام من ده والمرضى، تلاقيها تاخدك وتحطك تحت عرش الرحمن. بص، حاجة تانية خالص. لذلك بنصح كل اللي بيشوفونا، كلنا هنموت عشان نبقى عارفين، بس اللي هيحصل لك يوم القيامة انت قدمت له في الدنيا، بنيت، خلي بالك. يعني مش مثلا انت ما كنتش بتعمل خير في الدنيا هتيجي يوم القيامة هيدخلك الجنة، لا، انت كنت بتعمل خير فالخير ده هيستناك هناك طبعا، ويستناك لحظة وفاتك. ما هي الصدقة الحاجة الوحيدة اللي بتنفعنا، دنيا واخر، دنيا واخر، اي شيء تاني هينفعك دنيا بس معايا، انما الحاجه الوحيده اللي معاك دنيا ولحظه الوفاه في القبر يوم القيامه الصدقه. انا بستغرب على الناس، واحد بيقابل حاجات كتير في حياته فتلاقي حد يقول لك انا عمري ما طلعت زكاه. ده احنا قابلنا من ده كتير. تمام. وممكن في ناس تعلم عنها بس بتتغافل، وفي ناس تقول لك اصل ما كنتش اعرف. بصي، ده الكارثه بقى انك تلاقي ام
مخرج كانت ماسكه الزمام كله بتاع المال وما كانتش بتخرج زكاه خالص. لها ابن عرف الموضوع وهي ماتت، فقرر هما بيوزعوا الميراث ياخد يقتطع ما يعادل الزكاه القديمه اللي عليها ويخرجها. اخواته وقفوا له وضربوه وشكلوا معاه، بيقول لك احنا مالناش دعوه، هي خرجت ما خرجتش ده حاجه تخصها هي عند ربنا. زمانها بقى بتتمنى ترجع الدنيا دقيقه واحده لهم حاجه عشان تطلع ده كله. فانا بقول لكل الناس اللي بتشوفنا، ارجوكوا يا جماعه يلا اعملوا صدقه، وخلي بالك وانت بتعمل الصدقه ابليس هيضربك فيها مش هيسيبك، ابليس هيشككك فيها قوي، ابليس هيخليك تتراجع باي ثمن وباي شكل. فانت استعذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل واشتغل. احنا سهلنا لك الموقف، كان زمان الناس بتنزل هي تروح تبحث عن الاماكن وتشتغل، وكانت بتتعرض لمشاكل فكان معظمهم ما بيكملوش. لما وانت قاعد في بيتك هتطلب 19038 هتلاقي البر والطاقه بتعمل لك اللي انت عايزه، وتتفق معها وانت قاعد، المندوب يجي لك لغايه البيت. عايز تحول على حساب البنك، بحساب البنك برضه في بنك القاهره 19038. انتوا برضه سهلتوا على الناس حاجات كتير. الدنيا بقت سهل دكتور عماد. يعني قبل كده كان الواحد عشان يبقى عايز يطلع صدقه يقول طب هو الناس دي تستحق ولا لا تستحق، طب هم بيقولوا ان احنا محتاجين، طب هم فعلا محتاجين ولا مش محتاجين، وفي ناس ما تعرفش اماكن وما تعرفش اسر وما تعرفش تروح فين او تطلع صدقه. وكانت الناس فين. يعني مثلا تلاقي اللي ساكنين في المدن ما يعرفش الا البواب واولاد البواب، معايا ازاي؟ تلاقي البوابين ما شاء الله عندهم ممتلكات في بلاد اكتر من اللي بيطلع نص الشارع. تمام. انما احنا الوقت بنعرض عليك جميع حدود مصر، جميع قرى ونجوع مصر، وبنقول لك احنا مكانك، او عايز تيجي معانا اهلا بيك، في حسنه بحسنه وحسنه بعشره وحسنه ب700 وحسنه بمليارات. فعشان كده خليك مع البر والطاقه في 19038، كلمنا معانا صدقات كتيره قوي موجوده دلوقتي على الارض. ارجوكم الهمه عشان نقدر نكمل المسيره ونيجي يوم القيامه واحنا فرحانين كده بوقفنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. طب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعيه البر والطاقه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أهل الخير، النهاردة احنا في مجمع الديابي قرية الشلاقي الشيخ زويد، معلش عشان أنا مش من هنا الأسماء بعيدة شوية. المجمع ده ما كانش فيه مية شرب، الحمد لله ربنا عز وجل كرم جمعية البر والطاقة المصرية بمتبرعيها الكرام، وجينا هنا زي ما انتوا شايفين وعملنا المحطة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي سعة 30 متر مية، يعني يكفي القرية بشكل كبير جدا، وكمان نوفر لهم أبار توزيع للزراعة. ربنا يجزي خير كل اللي شارك معانا في المحطة ديت، كل واحد باسمه اللي مكتوب، كل اللي شارك وقال ما تكتبش اسمي، فبقول ربنا يجزيكوا خير ويبارك فيكوا يا رب. محتاجين كمان على الأقل 20 محطة مية كمان في الشيخ زويد وشمال سيناء بصفة عامة لغاية الحسنة. خليك معانا لان دي من اعظم الصدقات على الاطلاق، ان انت تشارك في سقي الماء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بنعاني من ما فيش ميه حلوه، بتعب بنجيبها يعني حوالي الخزان فوق ال 200 جنيه، في ذا الوقت متوفر على كلنا وعلى المناطق، كل المناطق هنا الحمد لله يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاحنا بنشكر جمعيه البر والتقوى، بنشكر اي فعل الخير، وشكرا الف شكر. احنا بنشكر جمعيه البر والتقوى اللي عملت الميه هذه. شكرا لجمعية البر والتقى لأنكم جبتوا لنا المية. أكتر المبادرات اللي داخل الجمعية اللي حضرتك بتلاقي عليها إقبال المية ولا في حاجات تانية أكتر؟ لا، هي أكتر حاجة المية، وهي فعلا عشان أجرها وثوابها كبير. أجرها كبير جدا، وسبحان الله يعني إحنا بلد النيل، ومصر الناس فاهمة إن ما عندناش مشكلة في مية الشرب. في اماكن كتيره فعلا، اماكن اللي هي في الجبال والكلام من ده ما عندهاش ميه شرب. فدي نعمه كبيره ان ربنا عز وجل فتح لنا باب حلو ان احنا نخدم بيه بلدنا وناخد ثواب كبير جدا. تمام. فعشان كده بقول لا، اكبر المبادرات اللي الناس بتشارك فيها هي الميه، لان كل الناس عارفه الحديث لما سئل سيدنا النبي عن افضل الصدقات قال سقي الماء. فما بالك بقى لما تعملي محطه
هي جايبه الميه من قاع الجنه. اه جايبه الميه من باطن الارض، بتحليها وتظبطها والناس تشرب. وبعدين مش واحد ولا اتنين ولا كده، الراجل لما سقى كلب سقى مره واحده، فبالك بقى انت بتسقي الناس ربنا كرمها. واما تبقى الهديه بقى فين؟ في شمال سيناء، الناس اللي ضحت عشاننا، الناس اللي واقفه جنب الشرطه والجيش عشان تحمينا من الارهاب والارهابيين وتحمي حدود مصر، تمام؟ فانا بقول للناس المحطه بتضم قد ايه؟ يعني انا شايفه ما شاء الله ده المحطه دي اسماء كتير جدا. المحطه دي من المحطات الكبيره اللي احنا عاملينها، دي 40 متر مي في اليوم ما شاء الله. ما احنا بنبدا في اليوم في محطه 5 متر، في محطه 10. دايما شمال سيناء بتبدا معانا من 20 متر لغايه 40 متر، وفي 100 متر. وفي كم منطقه محتاجين؟ لا لا، المحطه دي انا رحت هناك وشفت بنفسي، وبقيت اسال الناس اللي جايه تملى، بيجيبوا عربيات ربع نقل يحملوا محملين جراكن. انتوا جايين منين؟ من قريه كذا على بعد مثلا 60 كيلو 70 كيلو. عشان كده احنا بنقول لسه محتاجين نشتغل في شمال سيناء، عايزين محطات كتير. يعني اقليم أكتر الوسط المناطق اللي معدوم. بتبقى محتاجه ما فيهاش. بص والسواد هناك اعتقد انه مش ابار بس برضو يا دكتور عماد. لا يعني اعتقد انه مش ملف المايه بس، اعتقد انه احتياجاتهم كل حاجه في كل شيء. في بيوت هناك، في بيوت هناك هننقل الصوره دي قريب. البيوت دي اتدمرت في الارهاب. الناس عامله عشش بوص جنبها كده وقاعده. طب الشتاء داخل على يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ولا هيعمل حاجه. محتاجين نبني هناك كميه بيوت هنعملها زي الصعيد، برضه السقف خشب وكده، بس عايزين همه اهل الهمه. الناس دي اقل واجب نقول لهم شكرا، هنعمل لهم بيوتهم، نعمل لهم ما يشربوا. احنا عملنا ابار توازية للري الحمد لله. انا وانا هناك يعني في حد اتصل عليا قال لي، دي كانت مفاجاه كبيره يعني، قال لي انا عايزك تيجي تشوف الخير اللي الجمعيه عملته. انتوا كنتوا عاملين لي بير، انا بايع زيتون ب 750,000 جنيه. انت متخيله؟ بايع زيتون، احنا اللي زارعين الزيتون وعاملين البير بتاعه. فطبعا انا الرقم كبير، قلت لا انا اجي اشوف. ورحت شفت، بصراحه اتبسطت جدا طبعا. والاهالي بقى اتجمعوا هناك وقالوا بص والله احلى حاجه اتعملت وثبتتنا هنا البير بتاعكم والمحطه اللي انتوا عاملينها هناك ده. الحمد لله. فاحنا عاملين في شمال سيناء الوقت حوالي 9 محطات. الحمد لله. ولسه محتاجين اكتر من 20 محطه. تمام؟ فبقول يا جماعه احنا فكرنا الوقت بقى تنموي. عايزين نعمل ابار ارتوازيه للري، ابار ارتوازيه للري دي غاليه جدا، مش البير العادي اللي احنا بنعمله. خلاص. وبنيجي على البير ده نعمل جنبه محطه. يعني هي بتبقى ضربه مزدوجه. الناس تسقي الارض وتشرب، واكيد بيبقى فيها يعني صيانه مستمره منكم ومتابعه. أنا لسه مراجع فاتوره الصيانه بتاعت المحطات، عندنا 57 محطه، مليون و200 الف في 3 شهور. ما هو الناس بتعمل السهم وتسيبنا. معايا؟ مفيش حد في يوم اتصل قال لك ايه خد المبلغ ده للصيانات. ما هو الصيانات على فكره ثوابها كبير جدا اكتر من اللي عمل كمان. ليه؟ المحطه لو عطلت مش شغال. فايه اللي يرجعها تاني للحياه؟ الصيانه بتاعتها. الصيانه طبعا، ولابد كل حاجه لازم يبقى ليها صيانه، كل حاجه ليها عمر افتراضي اكيد. واحنا بفضل الله مفيش حاجه بنعملها الا بنخلي بالنا منها. تمام؟ فانا بقول لاهل الخير اللي لسه ما شاركش لغايه دلوقتي في المحطات، لامك لابوك اللي عايش او اللي ميت، لك ولولادك، ولو اللي عملت اعمل تاني. عندكم مبادرتين مهمين جدا، كفالة طالب العلم والتبرعات العينية، من اهم الحاجات اللي موجودة داخل الجمعية. هو طبعا كويس حضرتك فتحت الموضوع، الدراسة بدأت. احنا طبعا بدأنا نمد مدارس كتير كانت مفاجأة بالتخت، مقاعد. ان في مدارس ما كانش فيه ومتهالكة ومكسرة وضع صعب طبعا. معايا؟ احنا كسينا 5000 طفل. النهارده لما حد يطلبني يقول لي انا ما وديتش ابني المدرسه عشان ما عندوش لبس، انا جرحت بصراحه. طبعا يا جماعه 5000 طفل على مستوى جمهوريه مصر العربيه عدد قليل قوي. فانا بقول لاهل الخير مش معنى ان الدراسه بدات نقف، لا انا لسه محتاج منكم على الاقل لغايه اخر الشهر ده. هو طول ما الدراسه شغاله، طول ما في احتياجات وفي طلبات وبيبان خاصه بالسنه الدراسيه. وفي ناس الاخصائي الاجتماعي اللي قال لي طلبونا، قالوا لنا خلي بالك احنا عندنا هنا حوالي 100 طفل جايين بشوز مقطع وهدوم مقطع وحاجه مش كويسه. فانا بقول احنا محتاجين كمان نكس 5000 طفل تانيين بسرعه، هم خلاص بقوا في المدرسه، نلحق اللي قاعد من البيت بدل ما يتسرب من التعليم، ونلحق اللي هو راح بالملابس القديمه قبل ما زمايله يتنمروا عليه. تمام؟ وده من اعظم الثواب على الاطلاق، نحسبها زكاه مال واحسبها صدقه.
طبعا خلاص طبعا. بص كل حرف هيدرسه كل حرف هيدرسه الطالب في ميزان حسناته. بص يا جماعه احصدوا حسنات، احنا تجار حسنات في البر والتقوى، بدلك على مشروع استثماري كبير قوي، بتشيل جزء كبير قوي ان حضرتك يعني بتوصل كل ده للمستحقين، وبيبقى فيه متابعه منكم، يعني كل شخص بيتبرع بيبقى قاعد مكانه وما بيعملش حاجه. ايوه، وغير كده كمان هو انت هتلمس الحسنات وهتلمس الثواب بتاعك والاجر في الدنيا وفي الاخره. وبعدين ممكن كمان تحضر معانا وتشوف بنفسك، احنا بنبعت لك اللوكيشن، ودي ليها متعه ثانيه بقى خالص، قصة تانية طبعا. فارجوكوا يا جماعه لسه ما اتصلش على 19038، يلا الهمه على اساس جايز، هي دي اللي تدخلنا الجنه ان شاء الله. نورتني يا دكتور عماد، الله يبارك فيك. بشكر حضرتك سلام. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما قلت يا رب